عايزين ناخد نستفيد يعني اللي احنا عملناه. وهنعمل بقى ايه ريسيرش بقى، عايزين نبرنت اول ديتا يعني نطبع البيانات كامله، نطبع البيانات بالكامل يعني كل البيانات الموجوده في الاكس ام ال فايل. فانا هعمل كده سيباس وخلي ده 18 تمام، و قوم جاي بقى ايه، انا مش عايز الفانكشن اسمها سيرش 4 دي، خلي البرنت انا هستخدم نفس البرنت عشان ما اضيعش وقتي، ودي مش هسميها سيرش 4 امبلي داتا، هقول له شو هول امبلي يرد كل بيانات الايه الموظفين، اسمها شو هول امبليز يرد كل بيانات الموظفين. وبالتالي لما اجي انادي هنا في الصفحه بتاعتي هقول له شو هول امبليز يرد الكل عشان دي تفاير يعني اشتغل. كل اللي هعمله ان انا اعمل ايه؟ ان انا عايز اعمل لوب على الاصل، لان الاصل هيبقى مليان اكتر من تاج اسمه امبلي. انا عايز اطبع امبلي الاول كده كده البرنتايه بتاخد الام، فانا اعمل لوب واول امسك اول امبلي وابعته للبرنت، ثاني امبلي وابعته للبرنت، ثالث امبلي وابعته للبرنت وخلاص. فانا عايز اعمل لوب عليه بس مش اكتر من كده. اقول له فور ام خلاص ام امبليز اللي احنا اللي هي البيانات كلها على بعضها دوت فايند اول، هتدور في كل الايه اللي جوه، هيقول لي طبعا اسم التاج التاجات، فانا اقول له جمع لي كل التاجات اللي هي اسمها ايه التاجات اللي اسمها امبلي كده، يمشي كل الامبلي ازي ليست كده زي ليست كل امبلي، يحط اول واحد في الام واللي بعده واللي بعده واللي بعده واللي بعده واللي بعده تمام. وجاي اعمل ايه؟ هقول له بس اعمل لي برنت الامبلي داتا اللي هو بشكل الامب اللي موجود عندنا وخلاص على كده، ومش محتاج اكتر من كده غير بعد اللوب ما يخلص ان انا ممكن اعمل مثلا برنت اخد خط كده مش اعمل فاصل واعمل برنت activity end of employees lists نهاية قائمة الموظفين، يعني هعرضه كده لما تخلص. تعال بينا نجرب الايه الفانكشن بتاعت شو اول امبليز، لو كنا عملناها كده طبعا هي بترن على طول اوتوماتيك مش اي تدخل. قال لي رقم واحد الاي دي اسمه كذا، اسمه فريد البيانات اهي عرضها لي، ورقم اثنين الاي دي بتاعه كذا بياناته اهي عرضها لي، وقال لي اندوف امبليز ليست. كده نكون عملنا اللي هي شو اول امبليز، فانكشن اسمها شو اول امبليز ماشي. طيب لو احنا عايزين مثلا نعمل مثلا ممكن نعد ام كاونتر نبداها بزيرو تمام، عشان عايزين نجيب مثلا عدد الروز او عدد الامبليز اللي جت. فعملت انا فاريبل سميته امس كاونتر او ام كاونتر، خليه امس كاونتر. ومع اللوب بقى انا بعمل ايه؟ مع اللوب انا بانكريز اسف الكاونتر ده، يعني بقول ايه ان ده بيساوي زائد بيساوي واحد، كل مره يزيد بواحد كل مره يزيد بواحد خلاص كده بقى معايا عدد الايه؟ الموظفين خلاص. فممكن بدل ما اقول له اند اوف امبليز ليست هقول له نمبر of rows returned قوم جاي ايه؟ عارض له الايه؟ الامبليز كاونتر. لو جيت عملت كده اهو جاب لي الاول وجاب لي الثاني وقال لي نمبر اوف روز ريتيرند اللي هم اثنين، لو خمسه يجيب لي خمسه، لو 10 يجيب لي 10 الى اخره. كده نكون عملنا اللي هي الايه؟ اللي هي عرض كل الايه؟ كل بيانات الموظفين اللي عندنا. ماشي؟